صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد وجولة جديدة. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على نوع سمكة جديد، ممكن ناس كتير جدا ما سمعتش عن السمكة دي قبل كده ولا حتى شافتها. هنشوف مع بعض ايه هي السمكة دي ونشوف كل المعلومات عنها. يلا بينا مع بعض نتعرف على السمكة. السلام عليكم. ازيك يا حلو؟ يا ريت تعرفنا بقى على نوع السمكة دي واسمها. دي اسمها عفاريت. دي عفاريت. اسمها عفاريت؟ بنفس فصيلة الكشر. تمام. ليها اسم تاني غير العفاريت؟ لا هو بس نقول عليها كشر، لان هي بنفس فصيلة الكشر. في ناس بتقول عليها كشر يعني. سعرها كام بقى سمكة العفاريت دي؟ دي تعملها 55 معاك لغاية 45 يعني. من 45 ل 55. 55. احجامها بقى بتوصل لحد كام؟ يعني مثلا في 2 كيلو، 2 كيلو ونص او كيلو ونص. لا اكبر حاجة ممكن توصل لها السمكة دي. اكبر حاجة ممكن توصل لها 3 كيلو. او 4 كيلو. 3 كيلو. في ناس بتحبها السمكة دي او مطلوبة سمكة العفاريت دي. جميلة. ده احنا مش هنشتغل. ما شاء الله. ولحمها ابيض ولا احمر؟ لا ابيض. لحمها ابيض. احسن حاجة بقى الاكلها ايه يا حاج؟ شوربة مثلا. شوربة؟ مقلي حلوة. مقلي حلوة. تعتبر من الاسماك السمينة؟ لا يعني معقولة يعني مش كبيرة قوي. ده شكلها سمكة العفاريت. هي ليه سموها عفاريت؟ عشان شكلها ولا ايه؟ مع ان يعني شكلها مش قوي. الشوربة احلى حاجة ليها؟ ودي فيها كسور ولا مفيهاش كسور؟ دي بتتسلخ يعني؟ يعني ممكن تتسلخ وممكن تتقطع جزري زي ما انتوا تحبوا. ده شكلها سمكة العفاريت هنا بسوق الأنصاري بمحافظة السويس، موجودة هنا وليها طبعا عشاقها وليها الناس اللي بتحبها. وزي ما قلت لكم قبل كده الأكل ده بيبقى أذواق، ممكن أنا ما أحبش حاجة حد تاني يحبها جدا جدا. أهو سمكة الدرجة برضه. وعنده كمان هنا سمكة الزرافة. ده الزرافة. إيه؟ سعرها كام؟ يعني 55. أحلى حاجة ليها إيه؟ ممكن تعمليها جانب الخلطة مثلا. ثواني يعني ثواني وممكن القلي. احنا بنشكرك جدا، ربنا يوسع رزقك يا حاج. بشكركم جدا جدا لمتابعتكم للفيديو، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.